الذي جاء في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها. النار التي هي خلق من خلق الله خلقها الله جل وعلا للكفار والعصاة، اشتكت النار إلى ربها، أكل بعضي بعضا، اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين. هنا الشاهد من الثنائيتين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجهدون من الزمهرير، هذا هو نفسي نار جهنم. أنا يوم يصير كان عندي خالي عبد الرحمن رحمه الله، والدينا والديكم كل مسلم ومسلمة، كنت أمشي معه وطلعت حافي وهو طلع حافي، بنروح نلحق صلاة الظهر، هذا كلام قديم. فلما خرجنا لسعتنا حرارة الشمس، قال الشيخ، شوفنا صغير والله إلى الآن أذكرها، قال يا الله نجات من النار، يا الله نجات من النار، يا الله نجات من النار، ورجعنا مباشرة وكرمكم الله لبسنا الأحذية وطلعنا. قال يا ولد أخيتي شفت حرارة النار هالشمس؟ تراه من النار. قلت شلون يا خالي؟ قال لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. نقول هنا التربية العملية، الله يغفر له والدينا والديكم، هنا التربية العملية مع أولادنا وعيالنا.